يا اهلا يا اهلا النهارده انا عايز اكلمكم عن كذا كتاب بيشتركوا مع بعض في صفتين اولا انهم كلهم كتب اشعار سواء كانت معروفه قبل كده واتعمل لها معالجه عشان تبقى مناسبه للاطفال او كانت اشعار اتكتبت مخصوص للاطفال وثانيا ان الكتب دي كلها ثنائيه اللغه يعني باي يعني منشوره باللغتين لغتين العربيه والفرنسيه جنب بعض والكتب دي كلها من اصدار نفس الدار اسمها دار الميناء الاصفر دي دار نشر فرنسيه خلونا نبتدي عيني رات مولود على كتف امه يصرخ تهنن فيه يصرخ تضمه يصرخ تقول له يا ابني ما تنطق كلام ده اللي ما يتكلمش يا كتر همه وعجبي اللي يعني انا لسه قايله ده عباره عن رباعيه من رباعيات صلاح جين يعني ايه رباعيه رباعيه هي عباره عن قصيده شعريه مكونه من اربع ابيات على وزن معين وعادة البيت الاول والثاني والاخير بيتقفلوا في القافيه او بيتقفلوا في اخر الجمله، يعني رباعيه بتحكي موقف او بتوصف موضوع بقافيه معينه. فممكن نقول ان كل رباعيه او كل اربع ابيات كانها حكايه كامله. الرباعيات فن معروف من زمان واشتهر بيها تحديدا الفرس والاتراك والعرب. ومن اشهر الرباعيات رباعيات الخيام. في العصر الحديث اشتهرت رباعيات الكاتب وشاعر العاميه العظيم واحد من اعظم الشعراء في رايي صلاح جاهين وهو كتبها بالعاميه المصريه تعرفوا اوبرات الليله الكبيره بتاع الليله الكبيره يا عمي والعالم كتيره او عارفين اغنيه احسن ناس بتاع لبتول اللي بتقول ادينا بندردش ورانا ايه ورانا ايه او اغنيه الدنيا ربيع اللي غنتها سعاد حسني في فيلم اميره حبي انا لما بتقول الدنيا ربيع والجو بديع قفل على كل المواضيع كل الاعمال دي وأعمال تانية عظيمة هي من تأليف صلاح جهين. اتولد جهين سنة 1930 وتوفي سنة 1986 وكان صحفي ورسام كاريكاتير ومؤلف أغاني ومسرحيات للأطفال وشاعر وكاتب سيناريو وحوار وعمل يعني مسلسلات وأفلام أكتر كتير من اللي لكم في الحلقة دي. استخدم العامية المصرية بسلاسة وذكاء ولغاية دلوقتي أعماله تعتبر من أقرب الأعمال لقلوب الناس. رباعيات صلاح شاهين كانت مشهورة جدا وكان دايما بكل رباعية بينهيها بكلمة وعجبي كأنه بيستعجب على الفكرة اللي بيطرحها في الرباعية بدأ جاهين كتابة الرباعيات سنة 1959 كان بينشرها أسبوعيا في مجلة صباح الخير وتم تجميعها في كتاب من إصدار الهيئة المصرية العامة لكتاب بعنوان رباعيات صلاح شاهين طب وإحنا بقى كأطفال وشباب إيه علاقتنا بالكلام ده؟ في دار نشر فرنسية جديدة اسمها المينا الأصفر أو لو بورت أجوني وهي دار نشر متخصصة في الكتب الشعرية ثنائية اللغة للأطفال جمعت الأبيات دي أو الرباعيات دي وبدأت تحطها في كتب مخصصة للأطفال الكتاب يبقى فيه من ناحية النص العربي ومن الناحية الثانية النص الفرنساوي ويكون مرسوم بطريقة جميلة جدا جدا وذكية وبتعبر عن الأبيات الاساس دار النشر دي اللي هي بتاعت لو بورتاجوني هي ست فرنسيه اسمها ماتيل شافر هي باحثه ومؤلفه ورسامه وناشره قصص اطفال هي اه فرنسويه بس بتتكلم عربي وبتكتب عربي برابانت يعني كانها بنت بلد وده حصل لانها درست عربي وبعدين عملت دكتوراه في ادب الاطفال المكتوب بالعربي في مصر وسوريا ولبنان بالاضافه لان هي عاشت فتره طويله جدا من حياتها في مصر وسوريا قررت ماتيلد انها تدرس العربي لانها لما كان عندها 20 سنه سافرت مصر وحبت اللغه والاساتذه كانوا بيدرسوا باستخدام رباعيات صلاح جاهين وعشان كده هي كانت بتحفظ الرباعيات حتى لو ما كانتش فاهمه قوي هي بتقول ايه وتدور الايام وسنه 2015 بتقرر ماتيلد انها تعمل دار المينا الاصفر المتخصصه في قصص الاطفال المصوره ثنائيه اللغه وبما ان الشعر كان له دور اساسي في تعلمها للغه العربيه قررت انها تنقل حبها ده وشغفها ده في كتبها المصوره للاطفال، وطبعا بدات برباعيات صلاح شاهين تحديدا. دار المينا الاصفر نشرت اربع كتب جمعت فيهم رباعيات صلاح شاهين تحت مواضيع او ثيمات معينه. وعمل الرسومات بتاعه الكتب دي الفنان المصري وليد طاهر اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده يجي 50 مره. وعمل ده خلال اقامه فنيه كان قاعد فيها في مارسيليا، مدينه مارسيليا، اه وكان بيشتغل مع الدار بتاعه المينا الاصفر وقتها الكتاب الاول بعنوان رباعيات وهي مجموعه من القصائد او رباعيات عن الطفوله والكتاب الثاني بعنوان رباعيات الوبر والريش وهي مجموعه عن الحيوانات الكتاب الثالث بعنوان رباعيات الشبابيك وهي مجموعه عن المدينه والكتاب الرابع والاخير اسمه رباعيات الربيع هو مجموعه عن مشاعر الحزن والفرح المرتبطين بالفصل الجديد تفتكروا بقى الرباعيه دي من انهي كتاب مظبوط من الكتاب الاول اللي اتجمع فيه رباعيات تناول مواضيع متعلقه بمرحله الطفوله احب اعيش ولو في الغابات اصحى كما ولدتني امي وبات طائر حيوان حشره بشر بس اعيش محلى الحياه حتى في هيئه نبات وعجبي الرباعية دي بتتكلم عن كائن بيحب الحياة في كل أشكالها حتى لو كان نبات. دي بقى تبقى من أنهي كتاب؟ دي أكيد من الكتاب الثاني اللي بيتكلم عن الحيوانات واسمه رباعيات الوبر والريش. رباعية تانية بتقول نظرت فوق للنجوم وأنا ساير رجلي عترت في الحفر والحجاير بقيت أقول وأنا على التراب يا سلام مش بس عبرة أخدت لكن عباير وعجبي الرباعيه دي بتحكي عن واحد ماشي وباصص مبحلق ما فوق للنجوم في السماء فراح اتكعبل ووقع على الأرض طبعا أخد عبر كتير يعني اتعلم حاجات إنه ما يعملش كده تاني وهو ماشي عشان ما يقعش طيب الرباعيه دي تكون فياني كتاب رباعية دي من الكتاب التالت اللي بيتكلم عن المدينة أو عن المكان اللي هو رباعيات الشبابيك. رباعية كمان بتقول مرحب ربيع مرحب ربيع مرحبا يا طفل يلي في دمي نغى وحبا علشان عيونك يا صغنن هويت حتى ديدان الأرض والأغربة وعجبي. الرباعية دي بتتكلم عن الترحيب بفصل الربيع لأنه الربيع دايما بيعبر عن الطفولة أو الشعور بالسعادة اللي لسه بيتولد. والرباعية دي من الكتاب الرابع اللي بيتكلم عن المشاعر المرتبطه بفصل الربيع تحديدا واسمه رباعيات الربيع. في كمان بقى كتاب صادر عن نفس الدار اسمه رباعيات البحر وده رسمه وليد طاهر بس الاشعار ما كانتش لصلاح شاهين وانما لسيد حجاب. وسيد حجاب هو شاعر مصري عظيم كمان اتولد سنه 1940 وتوفي في 2017 كتب اشعار وقصائد واغاني الاطفال زي مثلا من اشهر اغانيه سوسه 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 كف عروسه اللي غنتها الفنانه عفاف راضي. كمان سيد حجاب بيكتب حاجات باللهجه المصريه وفي الكتاب ده بتاع رباعيات البحر بنكتشف روحانيه الطفوله او فلسفه الصغار وقصص تنفع تتقال وتتعاد عبر الزمان وحكمه البحر. تعالوا نتعرف على شعر السيد حجاب بيقول شفت السمك في البحر داخل سبق واللي بياكل اخوه واللي يندبق. انا قلت ليه بتاكلوا بعض ليه؟ وكلكم اخرتكم نفس الطبق ايه رايكم هي هي رباعيه ولكن من غير عجبي في الاخر عشان عجبي دي بتاعه صلاح جايين بس دار المينا الاصفر كمان حبت بقى تجرب انواع تانية من الشعر مش بس دايما يبقى رباعيات فتجرب حاجات يكون فيها اوزان مختلفه او قفايات مختلفه والمره دي اتاثروا بالاشعار اليابانيه اللي هي اسمها الهايكو قصيده الهايكو ده نوع من الشعر الياباني بيحاول الشعر من خلال الفاظ بسيطه تعبير عن مشاعر جياشه مشاعر جياشه يعني احاسيس عميقه دي بتكون مكونه من بيت واحد مكون من 17 مقطع صوتي ده بيظهر طبعا في اللغه اليابانيه وتكتب عاده في ثلاث سطور خمسه سبعه وبعدين خمسه دي التقطيع بتاعت الاوزان فنشر الدار المينا الاصفر هايكو عربيه تحت اسم ثلاثيات من تاليف كريستيان تورتال ورسوم وليد طاهر خلوني اقول لكم منها هايكو بتقول جوز بندق لوز كتاب الف باء من فواكه جافه الصباح الباكر الشعر المره دي مكتوب بالفصحى وزي ما قلنا هو ثلاث سطور كانه بكلمات بسيطه عايز يخلق مشهد كامل مخلق مشهد كامل يتكون في خيالنا لو بصينا على رسومات وليد طاهر هنلاقي انه مش بيترجم النص مش بي مش بينقله وانما هو عايز ينقل لنا الحاله العامه من النص من خلال الخطوط والالوان والافكار اللي هو بيحطها على فكره الكتاب ده كان ضمن مجموعه كتب دار المين الاصفر اللي حصلت على تقدير خاص من فئه الشعر في جائزه بولونيا رجازي اورد المرموقه جدا في كتب الاطفال من معرض بولونيا في سنه 2022 ومعرض بولونيا هو اهم معرض لكتب الاطفال في العالم. في كتاب كمان لنفس الكاتب ولنفس الرسام وليد طاهر بعنوان ثلاثيات الخريف. وفي الكتاب ده اعتمد وليد طاهر على الخلفيه البرتقاليه زي ما انتم شايفين في الصوره اللي قدامكم على الشاشه اللي هو لون فصل الخريف وتلاعب او اشتغل على اللونين دول الابيض والاسود واستخدم الخط بصوره تشكيليه عن طريق استخدام الحبر الصيني من ثلاثيات الخريف مثلا ممكن اقرا لكم حديقه مشمسه الغربان تبكي تحت السماء الخاويه وبنشوف في الرسمه الغربان مرسومه باللون الابيض وعيونها حزينه وكلمات الثلاثية مكتوبة بطريقة فنية متداخلة مع الرسومات. زي ما شفنا الرباعيات والثلاثيات هنلاقي إن كتابة الشعر بتاخد في الاعتبار حاجتين، دايما هما الحاجتين دول. القافية اللي هو الصوت اللي في آخر السطر ممكن نسمعه عن طريق الحرف الأخير أو مجموعة الحروف الأخيرة وده بيبقى شيء متكرر خلال القصيدة. الحاجة التانية هو الوزن والإيقاع أو تفعيلة معينة تخلي مجموعة من الأصوات الطويلة والقصيرة تتناسق مع بعض وتعمل الايقاع ده بتاع القصيده مش شرط يكون الاثنين موجودين في كل النص ولكن على الاقل واحد منهم يكون موجود علشان الشاعر يقدر يحافظ على النغمه الموسيقيه اللي هو بيتميز بيها الشاعر كمان بيستخدم يتلاعب مع مفردات اللغه كلمات نفسها عشان يوصل المعنى بمهاره وينقل لنا صوره بصريه نقدر نتخيلها من خلال الكلمات دي دار المين الاصفر كمان ما اكتفتش بان هي بتنشر بس كتب شعريه بالعمية او كتب بسيطه وانما بتنشر كمان اجزاء من المعلقات والمعلقات من المعلقات الشهيره اللي نشرتها معلقه لامرؤ القيس وانما عملت لها معالجه عصريه خلت النص يبقى فيه سلاسه كده تليق على الوقت اللي احنا فيه قامت بكتابته ناتالي بونتان بالفرنسيه وجولان حاجي عمله بالعربيه رسمتها فيليبين ماركي اتكتبت المعلقة بقى في صورتها الأساسية في القرن السادس الميلادي وهي تعتبر من أشهر المعلقات وهي اسمها معلقات عشان زمان كان بيتكتب الأشعار دي على جلود الحيوانات ويعلقوها في الساحات. اختلف الرواة في عدد أبيات المعلقة دي، شوية قالوا إنها 77 بيت وشوية تانيين قالوا لا دي 81 بيت وشوية 30 قاموا قالين لا دول 92 بيت. مش مهم خالص بيوت كتير وخلاص هي معلقة طويلة. بتعرض المعلقة أحداث مر بيها الشاعر وبتنقلنا يعني شعوره اللي هو حاسس بيه ابتداء من الغزل اللي هو الغرض الاساسي لانه بيحكي عن حبيبته بيوصفها وبعدين بيوصف حياته وده بيشمل مواضيع تانية كانت متكرره في الشعر العربي الكلاسيكي زي الوقوف على الاطلال الاطلال يعني البقايا او الانقاض بتاعه المكان وبعد كده وصف الخيول والليل ورحله الصيد ومغامرات الشاعر نفسه فمثلا المقطع اللي امامكم على الشاشه ده بيتكلم عن الليل وزي إن الشاعر حاسس بالثقل والهم كان الليل بحر اسود ونفسه ان الصبح يطلع بسرعه عشان يخلص من الحاله دي فاستخدم الشاعر هنا صور من الطبيعه عشان يوصف لنا حالته ويوصل لنا المعنى فاحنا كده النهارده اتعرفنا على مجموعه من الكتب الشعريه للاطفال والشباب الصغير والشباب الكبير كلها صادره عن دار اسمها المينا الاصفر منها كان رباعيات ومنها ثلاثيات ومنها معلقات وممكن يبقى فاضل نتكلم عن الدار نفسها هي ليه اسمها كده هي اسمها المينا الاصفر عشان هي مقرها مارسيليا وفي جنوب فرنسا وده اللون المينا بتاع مارسيليا قبل الغروب، المينا القديم بتاع مارسيليا بيبقى لونه عامل كده، وهي بصراحه دار متميزه في انها بتجرب حاجات مختلفه مش عاديه زي مثلا كتب ثنائية اللغه اللي اتكلمنا عنها النهارده، انها بتعرف الجمهور الفرنسي على اللغه العربيه وتخليه يبقى متحمس انه يتعرف اكتر على الثقافه دي زي ما برده بتحمس القارئ العربي انه يتعرف على اللغه الفرنسيه كمان هنلاقي انه بعض الكتب ممكن نقراها من اليمين للشمال وكتب تانية بنقراها من الشمال لليمين واحيانا من فوق لتحت واحيانا بنحتاج نشقلب الكتاب نفسه علشان نقراه والاسلوب ده ماشي جدا مع الاشعار علشان احيانا ممكن نقراها بدون ترتيب بما انه يعني كل بيت بيكون قائم بذاته وبيحكي قصه واحيانا الـ الـ الطريقه دي في قراءه الكتب بتكون مناسبه لانها بتخليك متفاعل مع الحكايه اللي الكتاب بيحكيها فممكن نفكر النهاردة إن دي دعوة مفتوحة للقارئ عشان يبدأ القراية بأي لغة وفي أي اتجاه في أي حتة تعجبه يقرأ فيها مفيش اتجاه واحد أو سليم للقراءة كأننا في رحلة بلا قيود بنكتشف معاها الكتاب بكل حرية وبطرق إبداعية ومبتكرة الكتب بتاعت المين الأصفر متوفرة للاستعارة في مكتبات المركز الثقافي الفرنسي في القاهرة واسكندرية ولكن كمان ودي من الحاجات الحلوة قوي انتم ممكن تسمعوا بعض الكتب مجانا خالص على موقع دار النشر من خلال النسخ الصوتية اللي هم أنتجوها بالتعاون مع الموسيقيين كاترين وفينسان اللي قاموا بتسجيل وتوزيع القراءة الإلقائية مع فنانين فرنسويين وفنانين عرب مع إضافة موسيقى ومؤثرات صوتية على حسب كل كتاب تلاقوا قدامكم على الشاشة دلوقتي شكل الموقع معمول دايرة على المكان اللي إنتوا تقدروا توصلوا من خلاله للكتب الصوتية دي طريقة لطيفة جدا جدا لاكتشاف كتب دار مهمه ومتميزه ويمكن بالمره تتحمسوا زي كده ما انا اتحمست تعلموا فرنساوي وبس كده كده انا خلصت كلامي ولكن لان الكتب ما خلصتش ويا رب ما تخلص ابدا ابدا استنوا حلقه جديده مع كتاب جديد ومغامره جديده وحكايه جديده اوعدكم هتعجبكم جدا 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 شكرا